أهلا فيكم فيديو جديد على قناة اليوتيوب. اليوم رح نعمل مع بعض مزيل عرق كريمي، كتير سهل إنه نطبقه ونعمله، وأي حدا ممكن إنه يعمل هالوصفة. ومثل ما موضح أمامنا على الشاشة، هي مقادير الوصفة لعبوة بخمسين جرام. في البداية وأهم شيء إنه يكون عندنا ميزان دقيق لحتى نقدر نحسب فيه الأوزان. رح نبدأ بتوزين كل المقادير على الميزان. رح نبدأ ونضيف زيت جوز الهند، والمعروف إنه بيعطينا خواص مضادة للبكتيريا في هاي الوصفة. وبعد هيك رح نصفر الميزان ونضيف زبدة الشيا، واللي كمان إلها خواص مضادة للبكتيريا، بس كمان الأهم إنها بتعطينا قوام حلو للمنتج النهائي. والمكون الثالث واللي ما ممكن نستغني عنه هو شمع النحل أو البيز واكس، لأنه شمع النحل مسؤول إنه يعطينا قوام ثابت وكريمي وثقيل للمنتج. ورح ناخد كل هاي المكونات وندوبها على حمام مائي وليس بالمايكرويف، لأنه المايكرويف مثل ما بنعرف بيحرق المواد، ونحن أكيد ما بدنا الشي هذا يصير. رح نترك الخليط إنه يبرد شوي في درجة حرارة الغرفة لحتى نستمر في إضافة باقي المكونات. وهلأ رح نبدأ ونضيف المواد الجافة. عنا التابيوكا ستارش، إذا ما كان متوفر ممكن نستبدله في نشاء الذرة. وأخيرا رح نضيف الزيت العطري، بإمكانكم إضافة أي نوع زيت عطري أنتوا بتحبوه، ولكن المهم أنه يكون الزيت العطري ذا جودة جيدة، لأنه رح نحطه على منطقة حساسة بالجسم. والشغلة الثانية، أنا بفضل الزيوت الحمضية، وهون استخدمنا البرجموت واللي بيعطينا مفعول مضاد للبكتيري كمان في الوصفة. بإمكاننا أنه نحن نضيف أكثر من نوع زيت عطري بالوصفة حسب الرغبة، بس ما نتجاوز الثلاث نقاط في الوصفة. وأخيراً رح ننقل جميع المكونات في العبوة، ومن المهم نقله هو يكون تقريباً دافي قبل ما يجمد تماماً، لأنه بعدين رح يصير كتير صعب إنه نضعه بالعبوة. وبعد هيك رح نترك المزيج إنه يتماسك في درجة حرارة الغرفة لا يبرد تماماً، وبعد هيك بيكون صالح للاستعمال لمدة سنة، على إن المنتج ما يتعرض طبعاً لأي مصادر من الرطوبة أو أشعة الشمس المباشرة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، بتمنى تكونوا استفدتوا. لا تنسوا تشتركوا بالقناة.